مبادرة مجتمعية توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد انطلقت من مبنى محكمة غرب عمان بتنفيذ من قبل الشرطة المجتمعية. هذه المبادرة التي جاءت بعنوان لعيون سيدنا تم من خلالها توزيع الكمامات والمعقمات على مراجعي المحكمة، بالإضافة إلى أنها شملت سائقي المركبات. هذه المبادرة جاءت استكمالا لجهود مديرية الأمن العام في مكافحة هذا الوباء. تتعلم مديرية الأمن العام منذ البدء الأول لم تتوانى عن اتخاذ إجراء، أيضا انطلاقا من مبادرة صاحب الجلالة قبل أيام اللي نادى فيها الكمامة هي خط الدفاع الأول. مبادرتنا اليوم تحت اسم سيدنا قدوتنا، راح نبدأ في توزيع الكمامات وتوزيع مواد التعقيم، وننادي بتطبيق المبادرة اللي هي كما أرادها وكما طلبها صاحب الجلالة الكمامة خط الدفاع الأول. نحن الآن في محكمة غرب عمان، نبدأ إن شاء الله تعالى ننتشر بعد قليل بين الأحياء السكنية، بالمحلات، بالمولات، بأماكن تجمع المواطنين. سوف يتم توزيع أعداد كبيرة من الكمامات ومواد التعقيم. سيدنا قدوتنا هي عنواننا اليوم. هذه جميع وسائل الصحة وجميع أدوات السلام العامة أثبتت أن الكمامة هي حقيقة خط الدفاع الأول، لتكون مبادرتنا وليكون سيدنا قدوتنا في كل حال، لنؤكد على خط الدفاع الأول الكمامة باستمرار. وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات التي تعتبر اللقاح الوحيد في هذا الوقت. سيدنا توجه إلى الشعب الأردني بشكل عام أن هذه الكمامة هي خط الدفاع الأول، ويجب أن نلتزم بارتدائها بكافة الأوقات، لأنه حالياً هي التي تحمينا من هذا الوباء ومن هذه الفيروسات. نشيد بوعي المواطن الأردني. الحقيقة نحن في مصرفي الواد السير والأجهزة الأمنية نقوم بجولات أمنية مكثفة في كافة مناطق واختصاص للواء واد السير وفي كافة المناطق والأحياء. هناك للأمانة التزام كبير والتزام ممتاز من أصحاب المنشآت السياحية، من الأفراد الأردنيين اللي يسيرون بالشوارع، من ركاب، من مركبات نقل، وسائط النقل، وحتى يعني هناك في عندنا جولات تتعلق بإجراء أو بتنظيم مخالفات بدأت بأعداد يعني زيادة بأولها، لكن الحمد لله بدأت تتناقص بشكل كبير الآن وبدون أي إشكالية من المواطنين، مما يدل على وعي المواطن الأردني بأهمية ارتداء الكمامة وأهميتها بأنها هي خط الدفاع الأول. طبعا اليوم شاركنا في المبادرة اللي هي توزيع الكمامات والهيجين وراق التوعية بالنسبة لكورونا. وهي المبادرة صممتها الشرطة المجتمعية مع تعاون مع المجلس المحلي ونادي الدراجات الملك، وكانت مبادرة جيدة بحيث من نحث الناس على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والوقاية الشخصية، لأنه الآن احنا في مرحلة وباء، والوباء يعني صار بمراحل متقدمة، ونسأل الله أنه يبعد عنا هذا الوباء ويحمي البلاد والعباد يا الله. مبادرة لعيون سيدنا هي استجابة لنداء جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني في تحقيق الوعي الصحي بأعلى درجاته لدى أبناء الأردن لاجتياز الجائحة. أسامة بليبلي،